السلام عليكم، ان شاء الله ربي تكونوا بصحة جيدة. اليوم باش نعمل مع بعضنا وصفة السفة اللي هي كسكسي من غير اللحم. كما تشوفوا لهنا عندي كمية كبيرة من البصل، ولهنا عندي كسكسي السفة. انا الحقيقة شريته حاضر لانه لهنا ما يتباعش، يعني العجين متاعه فرشك، الحجم متاعه يكون كبير بالنسبة للكسكسي العادي. لهنا خديت طنجرة حطيت فيها كمية من الزيت مقدار نصف كيس صغير، خليته يسكن، ثم حطيت عليه البصل متاعي اللي قصيته بشكل يكون كبير شوية، يعني ما تجودوش فيه لأني ما نحبوش يذوب بشكل تام، نخليه يتقلى في عقله. بطبيعة باش تخرج الريحة القوية متاع البصل، ثم باش نحط عليه 3 ملاعق من معجون مركز طماطم، باش نحط عليه كذلك البهارات متاعي وأنا التفاح. لهنا باش نحط عليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من التيبل والكروية، باش نحط عليه بعد باش نضيف الملح والفلفل الأحمر نحطه بعد. أنا لهنا باش نقليهم مع بعضهم بشكل جيد. بالطبيعة تنقصوا في النار باش ما تحرق لكمش الطماطم، تحركوه بشكل مستمر باش هكاك تنحى الحموضة متاع الطماطم متاعي كيما تشوفوا. وكذلك بعد يعني تسرع عملية الطبخ. توا نحط الفلفل الأحمر متاعي. أنا علاش ما نحطوش من اللول باش ما يتحرق ليش بسرعة، نحط شوية ماء باش ما تلصق ليش. انا الكل في الكل حطيت 2 كؤوس نتاع ماء بالطبيعه، يعني ما تقويوش في الغاز لانه بعد الماء باش ينصح ينشح فيه ساعه باش تلصق لكم. نقصوا في الغاز ولا في النار تكون نار هاديه. لهنا انا عندي ملعقه كبيره ملح، الملح بالطبيعه حسب الذوق، شويه فلفل اكحل، فلفل اسود يعطيها طعم بنين برشا. بالطبيعه السفرة راهي وصفه يعني المستحسن انها تكون حاره. لهنا كما تشوفوا عندي فصوص ثوم، يعني وصفه تكون بنه نتاعها حاره، ولكن بالطبيعه اللي ما ياكلش الحار ينجم يعني ما يكثرش من انواع الهريسه او الفلفل، والا تنحيه مثلا. انا شنو نعمل مرات نحي الكميه الاولى يعني من غير حار وبعد نزيد الحار. انا الماء زدته على مراحل بطبيعه لاني مادام يعني نزيد في البهارات والكل، يعني بشويه بشويه نزيد الماء. هذا الكاس الثاني متاعي بطبيعه، يعني هذه ماهيش عمليه حسابيه، يعني وقت اللي الصوص متاعكم تشوفوها خثرت برشا باش تلصق زيدوها الماء. انا لهنا عندي فلفل اخضر حلو قصيته، لهنا عندي فلفل احمر شايح، وملعقه هريسه عربي. انا وقت لي الصوص نتاعي تقرب تيب نحطهم، نزيد عليهم 5 إلى 10 دقائق اقصى تقدير ونقص عليهم. تزيدوا الفلفل الحار، فما الفلفل المسير كذلك تنجموا تزيدوه، لانه كما فسرت لكم الصفه هي حقيقه يعني البنه الكل فيها انها كي تكون حاره. لهنا انا حطيت شويه ماء يغلي، عندي لهنا كسكسي الصفه نتاعي باش نزيد عليه شويه زيت، يعني كي باش نفوروه كيما الكسكسي العادي كيما تشوفوا هنا. نزيدو شويه زيت ونحركو باش ما يلصقليش، نزيد الملح كذلك باش ما يكونش يعني المطعم تاعو باسل. ثم نحركوه بشكل جيد. لهنا باش نزيد شوية ماء بارد باش نحل بيه الكسكسي متاعي. كيما تشوفوا لهنا الصوص متاعي خاثرة بالكدا بالكدا، وفي نفس الأثناء حطيت الماء يسخن باش بعد نسهل بيه عملية الطبخ متاع كسكسي السفر، لأنه خشين وبحكم اللي أنا شريته يعني جاهز العجينة يابسة. كيما تشوفوا لهنا نحيته ونحط عليه الماء السخون، خليه لمدة دقيقتين، حركه باش يتحل من بعضه
هذه العملية باش تخليه يطيب لي فيسع كيما تشوفوا، وما تخافوش باش يشرب الماء هذاك السخون، وبحكم انه فيه الزيت يعني مش باش يلصق لبعضه، ولكن باش يطيب اسرع. ترجعوه يطيب، وقت اللي لونه يبيض بالطبيعة تشوفوه، ما لازموش يكون يابس برشا وما لازموش يعجن كذلك. وقت اللي حضرت الصوص انا باش نحطها ونخلطها، وبالطبيعة تشوفوا الملح يعني حسب الذوق نجموا تزيدوا. الحاجة اللي هي في الوصفة هذه انه ما فيهاش اللحم بالكل، يتاكل هكايا الحقيقة، ولا حتى في الصيف برغم انه حار ولكن بنين برشا في الشتاء كما تشوفوا. ان شاء الله ربي يعجبكم، وما تنسوش الاشتراك بالقناة.